مرحبا والسلام عليكم. نود أن ننتهز فرصة تقديم هذه النبذة الإلكترونية القصيرة لنعرفكم وباختصار على كام ادفايزر. هذه النبذة القصيرة تقدم إليكم من الزميل غسان زهيب من مكتب الشركة في الولايات المتحدة، وديما غارتنر من مكتب الشركة في بروكسل بلجيكا. رسالتنا: هدف كام ادفايزر هو أن تكون مصدراً لا يفنى من المعلومات المتعلقة بالبيئة، الصحة والمواصلات لشركائنا وعملائنا. كانت بدايات كام ادفايزر متواضعة، بدءاً بتأسيسها في عام 1986 وانتهاءً ببرامج تقنية مثل قائمة القوائم لالي وبرامج أداة وصياغة بيانات السلامة EHSAT. نعم غسان، وبهذا تكون كيم ادفايزر قد اتمت اكثر من 28 عاما من الخبره في مجالات الصحه والسلامه ومطابقه المواصفات الكيميائيه العالميه. خارطه عمل كيم ادفايزر تجمع بين ربط هذه الخبرات في نظام المواد الخطره وتنظيم المواد الكيميائيه و بناءها بواسطة حلول تقنية مبنية على تكنولوجيا المعلومات. بهذا تكون كيم ادفايزر قادرة على مساعدة العملاء وشركائنا بواسطة تقديم هذه البرامج التقنية. طاقم كيم ادفايزر يتكون من أكثر من 70 خبيرا في مجال الصحة، الكيمياء، البيئة والمواصلات. 26 من هؤلاء الخبراء يتحدثون بلغتهم الأم وبلغات عالمية أخرى. للوصول إلى أكبر قاعدة لخدمة العملاء، يتواجد لكيم ادفايزر شركاء عدة في كل من الصين، اليابان وروسيا، بالإضافة إلى مكاتب كيم ادفايزر نفسها الموجودة في الولايات المتحدة، بلجيكا، ألمانيا، وآخرون زملاء من الهند. باختصار، كام ادفايزر تنشر المعلومات عن الأنظمة والمخاطر الكيميائية وتحليل القوانين والنصوص بجميع لغات العالم، بما فيها استشارات بخصوص السوق الأوروبية ريتش، والأمريكية تاسكا، والكورية كي ويتش، وعالمية من خلال تطبيق وتعميم جي اتش اس. أيضا تطوير وصيانة برامج حاسوبية وقواعد معلوماتية للشركاء والعملاء. وأخيرا وليس آخرا، كام ادفايزر خدمات كتابة ومراجعة بيانات السلامة الكيميائية بجميع لغات العالم. لدى كام ادفايزر قاعدة عملاء متنوعة في جميع المجالات، منها الصناعات البتروكيميائية والسلع الاستهلاكية، بالإضافة إلى صناعة مستحضرات العناية الشخصية، صناعة الدهن والطلاء، وصناعات كيميائية متخصصة. كما ذكرت سابقا، فما يميز كيم ادفايزر عن مثيلاتها من الشركات التي تعمل في نفس المجال هو أننا نترجم ونربط بين خبرتنا في مجالات الأنظمة الكيميائية بحلول تقنية تكنولوجيا المعلومات. ولهذا فإن كيم ادفايزر تمتلك قائمة القوائم للوائح وأنظمة القوانين الكيميائية العالمية، أو ما يسمى بالإنجليزية list of lists. هذه القوائم تحتوي على أكثر من 5000 قائمة كيميائية تأتي من مصدرها مثل دول العالم، وأيضا بلغاتها الأصلية لأكثر من 115 دولة. بهذا تغطي كيم ادفايزر أو برنامج لولي أكثر من أي تغطية منافسة لتشريعات القوانين الأنظمة الكيميائية في العالم في مجالات الصحة والسلامة، البيئة، النقل والمواصفات الفيزيوكيميائية والسميات والمواد الخطرة. تتوفر هذه القاعدة للمعلومات الكيميائية النظامية من خلال برنامج اللولي ديسكتوب، والذي يمكن أن يتم تحميله على حواسيب خاصة أو حواسيب شركة بأكملها. منذ عامين أصبحت هذه القائمة متوفرة من خلال الشبكة العنكبوتية. كما
تتوفر هذه القوائم على صورة ملفات بسيطة يمكن إدراجها وإدخالها على برامج كمبيوترات أخرى من طرف ثالث، على سبيل المثال برامج صياغة بيانات أو ورقة بيانات السلامة الكيميائية. ولأن كيم أدفايزر أيضا تحرص على أن تجعل هذه القوائم في متناول الجميع، فإنها متوفرة من خلال صفحة كيم أدفايزر أونلاين. هذه الصفحة تحتوي أيضا على تطبيق استشارة النقل أو لترانسبورتيشن أدفايزر، التي من خلالها يمكن أن تحصل على أسماء الشحن وتصنيف مجموعات التغليف حسب قوائم الشحن والنقل العالمية، مثل هذا المثال الذي نستعرضه أمامكم. تتوفر قوائم الشحن لأستراليا أو للصين، بالإضافة إلى الشحن بالطيران، أو تتوفر أيضا التوصيات للشحن المواد الخطرة المقدمة من الأمم المتحدة. هذه القائمة متوفرة أيضا من خلال تطبيق الـ SAP، وبالإضافة إلى ذلك تتوفر على صفحة كيم أدفايزر أونلاين بيانات لمواد كيميائية نقية، بيانات السلامة للمواد الكيميائية النقية ومترجمة بلغات متعددة منها اليابانية والصينية الإيطالية والألمانية والإنجليزية. من المنتجات الأخرى التي قامت كيم أدفايزر بإصدارها هي تقارير نظامية لمطابقة المواصفات الكيميائية العالمية، وبرنامج وأداة صياغة ورقة بيانات السلامة. في هذه الشاشة نستعرض معكم أيضا تقارير لمطابقة مواصفات الأنظمة الكيميائية في العالم، أو ما يسمى بالإنجليزية Global Chemical Regulatory Report باختصار GCRR، وهي لتكون دليلك لدعم معرفتك لسوق منتجاتك الكيميائية. على سبيل المثال تقدم هذه التقارير معلومات أو متطلبات خاصة لاستخدام منتج إلى دولة ما، إرشادات وقوانين مختصة بتسجيل منتج كيميائي جديد، وبالإضافة إلى ذلك فإن التقارير توفر لكم المصادر والروابط للوصول إلى متطلبات إدارة المواد الكيميائية في بلد ما. هذه التقارير موجودة لـ 44 دولة من جميع أنحاء العالم، أفريقيا، أمريكا، وآسيا، وأوروبا. أما الخدمات التي تقدمها كيم أدفايزر فهي تشمل الاستشارات كصياغة بيانات السلامة أو Safety Data Sheets، الملصقات حسب قوانين البلد المختص، كما تقدم كيم أدفايزر المتطلبات التنظيمية وإدارة المخاطر لتسريع الوقت للوصول إلى السوق. خدمات استشارية أخرى مثل Reach وتاسكا المختصة بالولايات المتحدة، هذه الخدمات متوفرة من خلال نظام تطبيق الـ SAP بكل مميزاته. وأيضا تقدم كيم أدفايزر دورات تدريب دولية خاصة وعامة. من هذه الدورات المتخصصة في التنظيمات والتشريعات الكيميائية لجميع أنحاء العالم، مثل الصين، اليابان، أوروبا والأمريكتين. شكرا. أنا غسان صغير من أمريكا، ونديمة غارتنر من بروكسل في بلجيكا. نرجو أن تبقوا على اتصال معنا من خلال مكاتبنا في أمريكا وبروكسل. هذه العناوين ترونها أمامكم. شكرا لمتابعتكم.